حكم ولاية البليدة طبعا حجرا كاملا، وأيضا سيبدأ في العاصمة والولايات التي شهدت إصابات بفيروس كورونا كوفيد 19، ستدخل حظرا للتجوال ابتداء من الساعة 7 مساء ويمتد إلى اليوم الموالي لغاية الساعة 7 صباحا، وتلتحق بي عبر خدمة سكايب الأستاذة منى حريش الإخصائية في علم الاجتماع. طبعا للوقوف على نعم من ولاية البليدة التي تشهد حجرا تاما، أهلا بك سيدتي. مرحبا بك رضا وكل مشاهدات ومشاهدي قناة النهار. شكرا لك، ورغم أنك بعيدة عنا هذه المرة لست معنا في البلاطو، لكن تبقين دائما الأستاذة منى منورة كعادتك الشاشة. إذا أستاذة منى، ما مدى ربما أنت الآن على غرار كل إخواننا في البليدة حجر تام على الولاية، ما مدى وعي المواطن أو المجتمع المحلي البليدي بالحجر التام الذي فرض على الولاية؟ أولا رضا نقدم تعزية خالصة لكل من فقدناهم من أحبتنا بولاية البليدة وولايات أخرى جراء هذا الوباء، كذلك دعواتنا بالشفاء لمصابينا في مختلف الولايات وخاصة في ولاية البليدة مدينتي التي تشهد هذا الحظر الشامل جراء انتشار هذا الوباء. الحمد لله البليديين واعيين، البليدة صابرة، البليدة تتحدى هذه الأزمة بإذن الله. نعم نحن مع هذا الحجز، مع هذا الحجر أقول الشامل، حفاظا على أبناء البليدة وعلى أبناء هذا الوطن الكل. هنا يعني أكيد أن البليدة حزينة، ليست مثل باقي أيامها. نعم البليدة حزينة، ولكن بتضافر كل الجهود بالصبر باليقظة، كل هذا راح يخلينا إن شاء الله نتعداو هذه الأزمة كلنا وكل ولايات الوطن المتضررة. نعم أستاذ أمينة، حتى يعني أنا نعرفك أنك إنسانة ناشطة أيضا في مع الجمعيات الخيرية، وناشطة أيضا مع المجتمع المدني من خلال نشاطاتك اللي شفناها في الأيام أو طيلة السنة أو طيلة الأيام اللي فاتت قبل ما تدخل ولاية البليدة للحجر التام. كيف هي الحالة هنالك، حالة التضامن والتكافل بين أبناء البليدة؟ أنا نقول أنه على غرار كل البليديين وكل أبناء هذا الوطن، الشعب الجزائري معروف بالتكافل الاجتماعي خاصة في الفترات الصعبة والحرجة. نعم البليديين يعني يقفون وقفة رجل واحد. شكرا للشباب المتطوع، رجال ونساء متواجدين في المستشفيات. نعم هنالك من يوزع الكمامات، هنالك من يوزع أدوات التعقيم، هنالك كذلك من يوزع الأغذية. تحية لكل الشباب وحتى خارج ولايات الوطن. نعم هنالك مؤسسات، هنالك جمعيات اتصلت بنا. هنا نحن قاطنين ولاية البليدة، مواطنين ولاية البليدة، يعني ما قدرش نحصر الأسماء، لكن مؤسسة شهرة للانجات بقسنطينة اتصلوا بنا، يعني جاتنا كمية هائلة. جمعيات من المدية، جمعية جزائر الخير من المدية، جمعيات هنا شباب متطوع في ولاية البليدة صاهر صدقني، يعني راح تشوف التكافل الاجتماعي صورة جميلة جدا. جمعيات عديدة لا أستطيع أن أحصر اسمها، الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، راهم شباب أصبحوا ليل يقومون بخياطة الكمامات ويقومون بتعقيمها في مؤسسة صيدان، يعني هي كمامات موثقة لمنظمة الصحة العالمية. هنالك مجموعات عديدة، شباب، مجموعات شباب الخير، جمعيات عديدة راهي متواجدة في الميدان وراهي تقوم بمساعدة الطاقم الطبي وحتى مساعدة الأسلاك الأمنية، لأن الأسلاك الأمنية ورجال الحماية المدنية يحتاجون كذلك إلى وسائل الوقاية. لازم احنا نقولوا اليوم هذا هو اليوم، لازم البليدة توقف بناسها. ونقول حاجة أخيرة، احنا البليدة هي قطب صناعي وتجاري واقتصادي بحكم موقعها الجغرافي. نخاطب رجال المال ولاية البليدة، ضروري عليهم التنسيق مع البلديات وإحصاء البلديات، عندها الإحصائيات المعوزين، يعني تنسق مع البلديات ويقومون بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المعوزة. مثل ما يقول السيد رئيس الجمهورية في مناطق الظل، اليوم الجزائريين كلهم لازم يتكافلوا من أجل أن نتعدى هذا الوباء. لازم التحسيس دائما، لازم الالتزام بكل هذه الإجراءات التي وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على أرواحنا ومن أجل الحفاظ
على كل أبناء هذا الوطن بما فيهم أبناء البليدة مدينة الورود. أستاذة أمينة، أنا كان بودي أيضا أن نسألك على معنويات المواطن البليدي في هذه في هذا مع دخول حجر تام، كيف هي المعنويات؟ أنا أعرفك أنك واحدة من أنت مثال على البليديين الآن في هذه الأثناء، وأنتم في حالة حجر تام. بالإضافة إلى ذلك، يعني المعنويات بالنسبة للناس الجيرانك من خلال ربما شرفات منزلك، أنت تشوفي الجيران اللي قدامك، كيف هي معنويات المواطن في البليد الآن؟ أنا أقول لك رضا بموضوعية، وصلتي مواطنة بوليدية وأخصائية اجتماعية. الحزن يخيم على البليدة، ليس من السهل أننا نفقد أحبابنا، نفقد أبناء هذه المدينة، ليس من السهل أننا عندنا مرضى في المستشفيات، يعني هذا أمر صعيب، لكن الحمد لله نقول أنه الوازع الديني قوي، واحد راضي سالك خور. نعم، رانا احنا دائما نقول انا وعبر فيديوهات اللي نقوم بنشرها نقول انه الخوف سيؤثر سلبا في الجهاز المناعي، يعني احنا دائما نقول ابناء البليده انه حاولوا انكم تكونوا اقوياء. كاين هنالك الكثيرين من اصيبوا بالارق، يعني ناس ما يشتقد، هنالك من اتصلوا بي ناس يعني راهي في حاله قلق وسواس قهري، هنالك من لديه رهاب المرض. يعني بصراحه نكون موضوعيين، أنه كذلك الحجر الشامل راح يأثر على نفسية البوليديين، لكن نقول لهم من خلال قناة النهار أنه نعم نقعد في بيوتنا، نعم للحجر الشامل، نعم نشوفوش أحبتنا، ما نزوروش أوليائنا، نعم عندنا أيام ما شفناش الوالدين، أنا ما شفتش الوالدة، كاين اللي ما شافش، ما زارش إخواته، نعم، لكن نقعدوا هذه 15 يوم أو 10 أيام حفاظا على أرواحنا وأرواح الآخرين. هذا هو المنطق، هذا هو العلاج. نعم. الكل من يفكر انه عندما سيحشر في بيته راهو هنا مضرور، انا نقول لك ابدا، نقولها لك بالعاميه، انه راح تضر نفسك عندما تخرج وما تتقيدش بالاجراءات التي وضعتها الدوله حفاظا علينا وعلى كل ابناء هذا الوطن. نعم استاذه أمينة حريش، ابقي معي بعد الفاصل حتى تشرح موضوع. اسعد باستضافه المكلف بالاعلام لدى الحماية المدنية الرائد رابح بن محي الدين، أهلا بك سيدي. أهلا، تحية خالصة وتحية للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لك. وأيضا تبقى معي كما وعدنا الأستاذة أمينة حريش المختصة في علم الاجتماع عبر سكايب، خدمة سكايب نعم مشاهدينا، وهي عينة من مواطنين ولاية البليدة للحديث عن أيضا عن اللحمة والتضامن، كيف يتضامن الجزائري مع كل سلطات بلاده خاصة مع أعوان الحماية المدنية. إذا بداية نرجع لي أو أبدأ معك الحديث سعادة الرائد رابح، مخطط عمل نعم مخطط عمل الحماية المدنية. كل صراحة بدءا من المنزل إلى الشارع إلى المؤسسات، الحماية المدنية أقول أمنكم غايتنا وسلامتكم مهمتنا. وجودنا اليوم أن نتماشى جنبا مع جنب مع المجتمع الجزائري، وجودنا اليوم لخدمة المجتمع الجزائري. إذا تحدثنا عن هذا الكورونا فيروس كما تطرق إليه الجميع لا داعي لأن نذكر هذا، ولكن أقول أن المرحلة الأولى كانت مرحلة تعرفنا على الكورونا فيروس ما هي المخاطر التي يؤدي إليها. المرحلة الثانية تكوين وتأهيل عون الحماية المدنية بالأقنعة باللباس، كيف يواجه، كيف يقدم الخدمة للمجتمع الجزائري. جهزنا وسائل بأحدث التجهيزات التي يستعملها كل العالم، ماهيش القفاز والنظارة واللباس، يعني هذا هو الشيء اللي راهم يدافعوا به ويقيون وقاية النفس ووقاية الغير. أيضا سيارات الإسعاف اللي جهزناها وخصصنا عدة مناطق لأجل التدخل، أيضا خصصنا أطباء وأهل الاختصاص في مكان المكالمات لاستقبال المكالمات الهاتفية، لأنه ماشي كل حالة أنه الإنسان يسعل نبعث سيارة مجهزة، لا، كاين أمراض عادية، يعني ربما البرد، ربما عامل السعال. ودرك وصلنا المرحلة الثالثة، مرحلة الخطر. أقول مرحلة الخطر، ربما كزميلي اليوم تشاطرني الرأي، ربما راح نتحدث بنقطة أساسية، ربما أنني جلست اليوم في هذا الكرسي، ربما اللي جلس قبلي ربما يحمل الفيروس، ربما أنا كيفاش راح نحمل هذا الفيروس، ربما اللي جلس قبلي أنني جلست هنا في الكرسي راح ننقل الفيروس هذا. ننقله منا بحويجي للسيارة تاعي، للسيارة، للمنزل، للأبناء.
كيفاش ينتشر رياضيا عملية أسية، كيفاش ينتشر بصعوبة، لماذا سمي بمرحلة الخطر؟ إذن أنا أقول اليوم كيفاش رايحين نواجهه بنقطة وقائية نقولها المجتمع الكريم، أنه اللبسة تاع العمل تقعد في العمل، الإنسان اللي متوجه لمكان العمل حتى وإن أنت اليوم راك هنا، أنه البذلة هذه ما تدخلش بها لدارك، حاول كيفاش تنحي البذلة هنا تاع الخدمة وتلبس بذلة أخرى باه تواجه العائلة تاعك، لأنه اليوم أنت ربما تنقل الفيروس هذا راح تنقله للأسرة تاعك، وحنا هذا الشيء اللي ماناش حابينه ينتشر، لأنه الفيروس هذا دوك ينتشر بقوة، يعني إذا كان حبينا نوقفوا هذا الجرثوم يعني كيفاش ينتشر بقوة علينا بالوقاية. سنتطرق إلى عدة مقاييس وقائية. الحماية المدنية في مواجهة هذا الخطر، وصلنا للمرحلة الثالثة الحمد لله، أعوال الحماية المدنية تم تكوينهم تم تأهيلهم، لأننا جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري، أننا نناضل من أجل سعادة الآخرين، سعادة أنفسنا، سعادة الأسر تاعنا، سعادة المجتمع الجزائري. بدينا بالقوافل، قوافل الوقاية والتحسيس، كل الوحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع عدة مصالح بمكبر الصوت، إنها قافلة الوقاية والتحسيس، قافلة حماية أنفسكم من هذا الخطر، خطر الفيروس، أبقى في مكانك، أمن أولادك، أمن كل هذه الكلمات، يعني كل أعوان أنه كل واحد كيفاش يتحدث على أساس أنه الخطر يبقى في المنازل. مشينا للنقطة الثانية بالتنسيق مع كل المصالح، كل الوزارات، كل الولايات، رؤساء الدور، رؤساء البلديات، لتعقيم الأماكن العمومية، لتعقيم المؤسسات المستقبلة للجمهور، نعم. عن طريق الشاحنات، كل الشاحنات الحمد لله تم إضافة المادة اللي تقوم بتعقيم المؤسسات، رانا نمشوا في الشوارع، نمشوا في الأحياء، نمشوا في الأماكن العمومية وين متواجد فيها المواطن. ولكن للأسف الشديد أنا نقول اليوم الأسر الجزائري حذاري، شد ابنك في الدار، حذاري، ما كاش بنية وقعد هنايا في الحي مع أصحابه، أصحابه هما الأسرة تاعه، أصحابه هما أولادهم، كيفاش ينتشر؟ ينتشر عن طريق الزميل تاعك. سبحان الله في اللحظة اللي راني قبل ما نكون هنا كنت في الدار البيضاء، كنا في عملية تطهير، نشوف إنسان يشرب في قهوة ويمد القوب لصاحبه، صحيح، هذه ظاهرة سلبية. أيضا أنا كنت نوعي في الناس ونقول لهم حذاري، روحوا لبيوتكم، والناس ظاهرة بيا ويديروا سيلفي صوروا. سربح أيضا شفنا إهمال كبير، شفنا عدم، يعني موجود استهزاء حتى في هذه اللحظة، يعني حتى في هذه اللحظة اللي ربما تتكلم فيها أنت هنالك استهزاء، نلقاو هذه الجمايع ما زالوا، نلقاو جماعة حتى قاعدة تلعب دومين، أنا شفتهم بعيني، يعني الناس تلعب الدومين، نشوفوا حتى هذا اللجاس اللي قلت عليها، قهوة يشربوها خمسة ربعة، لماذا بنظرك؟ يعني كيف يمكننا نواجه حقيقة هذا الأمر؟ الحقيقة شوف كاين طريقة الوقاية، طريقة التحسيس وطريقة الردع، يتماشوا جنبا لجنب، دول أجنبية قامت بعملية الردع، صحيح، ولا بد اليوم، يعني بالرغم أنه مكبر الصوت، قوافل التحسيس، مع الأمن، مع الدرك، مع مصالح الصحة، مع كل الجمعيات، نتمشى والله نهضروا بلغة بسيطة، يا أخي المواطن ادخل للمنزل تاعك، يا أخي المواطن أنت اللي رايح تحمل الفيروس هذا للأهل تاعك، وكأنه ما نش نتحدثوا حتى يعني حتى نشوفوا أنه يعني مشكلة، أنه حتى هذا الاستهزاء أنا أشوف فيه خاصة عن فئة الشباب، والفوا أنه يقعد برا ما يدخلش للدار، ما يدخلش للدار ويقول لك مقدرة كاتبة. يا أخي نحن هنا اليوم لا نعمل على رد القضاء، ولكن نسأل اللطفة فيه، نسأل اللطفة فيه، كيف كل واحد يخدم في خدمته. أنا كمؤسسة حماية مدنية، مؤسسة مهام تاعي الإسعاف والإنقاذ، الحمد لله من أجل حياة سليمة، من أجل تقديم اليد المساعدة، رانا نقوم، يعني عقمنا كل سيارة الإسعاف، حتى شاعلة التدخل اللي بالأمس القريب كانت مجهزة للإطفاء، اليوم راهي مجهزة لأجل التعقيم، راهي تمشي جميع المؤسسات، راهي بالتنسيق مع كل المؤسسات اللي أجل التعقيم. ربما شاهدنا المشاهد الكريم، ربما كاين دي في تي ار وين يشاهدوا كيفاش رانا نقوموا بعملية التعقيم. فعلا لماذا راح نروحوا اليوم السي ربح؟ خلينا فقط نشاركوا معك الأستاذة أمينة حريش معنا من البوليدة عبر خدمة سكاب. أستاذة أمينة، أنت كنت تسمعين الآن للرائد، لسيدة الرائد ربح بن محي الدين، يعني تعب كبير قاعدين يقوموا به، مجهودات كبيرة قاعدين يقوموا فيها بالنظر إلى حجم، يعني خلينا نقوله من حتى من هولوش الأمور، لكن هذا واقع، خطورة فعلا، نحن أمام خطورة كبيرة جدا، وخير مثال الدول الكبرى اللي قاعدة الآن تصارع أيضا في هذا الوباء. لكن رغم ذلك نشوفه كما كان يقول سيدة الرائد، نشوفه أيضا
هنالك حالة استهتار ما زالت لحد الآن، جمايع ناس قاعدة خاصة فئة الشباب، ناس قاعدة دوما كما قال طبيعة القهوة يشربوها ربعة خمسة، ما زالت الناس أخذ الأمور بعدم الجدية. نعم، أولا قبل أن نتكلم في هذا الموضوع تحية تقدير وإجلال لكل أبناء هذا الوطن من حماية مدنية، لهم دائما السند، هم جزء من الأسرة، جزء لا يتجزأ عن الأسرة الجزائرية، كذلك مصالح الأمن، الدرك الوطني، يعني كلهم، كذلك المصالح الطبية اللي راهي تبذل مجهود كبير في مستشفياتنا. أنا فيما يخص ما ذكره سيادة الرائد، نعم أثمن وأقول أنه كلنا كأساتذة كنخبة كإعلاميين كنا طالبنا سيادة رئيس الجمهورية بهذا الحجر الشامل لما رأيناه من استهتار وتهاون فئة، حتى لو تكون فئة قليلة، لكن مثل ما ذكر ممثل الحماية المدنية أن هذه الفئة القليلة هي التي ستقوم بنقل العدوى يعني للأسرة، وهنا راح يكون انتحار ويكون قتل، يعني جريمتين، يقتل نفسه ويقتل الآخرين. كنا شاهدنا استهتار وكانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني تنديد كبير من أبناء هذا الوطن وخاصة من البوليديين، يعني كنا حتى نتصل احنا برقم 15-140 كنا دائما نتصل ونبلغ عن استهتار شباب وأحيانا حتى شيوخ، يعني شفناهم وإحنا نقولوا أنه هذا الحجر الشامل، نعم جاء هذا الحجر الشامل للحفاظ، لأنه نتبع سياسة الوقاية، التحسيس، التوعية التي قامت بها كل المؤسسات بما فيها الحماية المدنية اللي عندها علاقة وطيدة بينها وبين الأسرة الجزائرية. إحنا نعرفوا أن الأسرة تخلي عام الحماية المدنية يدخل حتى الغرفة، يعني هذه العلاقة المقدسة بيناتهم تخلي أنه المواطن يفهم عون الحماية المدنية. الأمن الوطني نفس الشيء، الدرك الوطني، مكبرات صوت، لكن كنا نشوف تجاهل واستهتار من الكثيرين، وبالتالي جاء هذا الحجر الشامل وهو الردع في هذه الظروف التي تعاني منها أكبر دول العالم، يعني يكون الردع هو الحل للحد من هذا الوباء الذي سينخر المجتمع وينخر كل الوطن الحبيب. إذا أنا نقول أنه لا، دائما أنا نقول المواطنين لم يسمعوني خاصة من ولايتي أنه هذا الحجر هو لمصلحتنا، هو حفاظا علينا. شكرا لك أستاذ أمينة، يبقى معي فقط نعود نرجع، لكن قبل ما نروح للسيادة الرائد روحوا شوفوا حماية المدنية بالعاصمة بعملية تعقيم على مستوى أحياء وشوارع بلدية الدار البيضاء من أجل تطهير المساحات العامة، كما ستشمل عملية التعقيم العديد من شوارع الجزائر من أجل كبح انتشار فيروس كورونا. التغطية كانت لمراد بوحة. إذن مشاهدينا، مجهودات جبارة قاعدة تقوم بها أفراد عناصر الحماية المدنية، مشكورين طبعا على كل هذه المجهودات. ضيفي في الاستوديو سرابح بن محي الدين، ما زلتم تقوموا بحملات التطهير التعقيم، ألقيت على عاتقكم مهام أخرى يعني بالفعل، ومجهودات جبارة قاعدين تقوموا بها، لكن رغم ذلك أنتم ما تشعروش بالتعب. نعرفوكم دائما مجندين لمثل هكذا أمور، بارك الله فيكم على كل شيء، لكن الأمر اللي دائما نبقاه في إطاره هو على الأقل أنه نطلبوا من المواطنين أنهم يحسوا بتعب هؤلاء الإخوان، يعني ناس قاعدة تتعب عن جد، يعني ناس فعلا راهي مرهقة من التعب من أجل سلامة سلامتكم وسلامة أبنائكم، فقط لابد من الأخذ التوعية بعين الاعتبار. سلام. أنا والله نقول يعني كزميل ذكرتني أنني بهن نوجه نداء وأيضا تحية خالصة لكل زملائي الأعوان اليوم في الميدان، ضباط صف ضباط مدراء عبر كامل تراب الوطني، الشيء اللي هم يقوموا به تحية خالصة، والله تحية إجلال، لأنه خرج من المنزل ولا يدرك هل سيصاب أم لا يصاب، ولكن احنا الشيء اللي قمنا به من طرفنا احنا لأعواننا أنه
لا مفر من القضاء والقدر حقيقة، ولكن كوننا عون الحمية المدنية، جهزناه بالوسائل، كوناه كيفاه يتفادى هذه الظاهرة، كيفاه يقي نفسه بنفسه قبل ما يصل إلى الضحية، كيفاش يعقم سيارة الإسعاف، كيفاش يعقم شحنة التدخل، كيفاش يعقم المكان اللي راه متواجد فيه، حتى المقاييس الوقائية يعطيناها داخل الوحدات، كيفاش أنه ما يجلس مع صاحبه مباشرة كما كانت، ولكن المسافة الأمنية متر متر ونص، كيفاش ياكل داخل المطعم، حتى المسافة الأمنية كلها عطيناها العون الحمية المدنية به يحمي نفسه قبل ما راح يواجه الخطر. هذا الخطر موجود لأنه هذا الفيروسات وهذه الميكروبات احنا عايشينها منذ أزمنة، لأنه العون الحمية المدنية كي يخرج بسيارة الإسعاف وينقل مريض، شكون يضمن أنه هذاك المرض ما ينتشرش العون الحمية المدنية؟ صحيح. جهزنا عدة حالات، ولكن الحمد لله اليوم رانا عون الحمية المدنية في حالة ما إذا جاء خصصنا ناس يدركون معنى هذا الخطر داخل المجمع الهاتفي، أي وين المكالمات الهاتفية تكون، أنه في حالة ما تكون عملية يعني مشتبه فيها وش من السيارة اللي تخرج. ولكن الشيء اللي حابين نوصلوا ليه يا إخوان، أصل الجزائرية، أمهاتنا، أبائنا، والله رانا كلنا في خطر. نعم. إذا ما وقفناش اليد في اليد اليوم، إذا ماشي اليوم أنت تزقي على ولدك، أدخل أنا نشد العائلة تاعي في المنزل تاعي، كل مؤسسة تقوم بدورها، حتى يعني الشكر الجزيل كل الطاقم الإداري، كل وزراء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية اللي صدر مرسوم تنفيذي أنه المؤسسات ربما 50% من العمال اللي سرحهم، شيء إيجابي. نعم. بقى يعني المؤسسات اللي راهي تواجه في الحالة هذه، الحماية المدنية، مصالح الصحة، مصالح الأمن، بعض الجمعيات اللي مشكورة اللي تقوم بالدور تاعها. أهنا اليوم كيفاش المواطن يقدم لنا يد المساعدة، يقدمها لنا بالوجود تاعه داخل المنزل. نعم. سي رابح، بالنسبة اللي نعرفوا عوان الحماية المدنية ممتدين يعني منتشرين عبر كل تراب الولايات، بالنسبة للبليدة هل شفتوا منتم تجاوب من قبل المواطن البليدي؟ هل وصلتكم أنباء عن تجاوب بالنسبة للحجر التام في البليدة؟ هل فعلا كاين تجاوب؟ احنا نعرفوا انه في العموم نقولوا بلي كاين الامور هي خالية شوية، ولكن هل هنالك اللي كنا نحكيه احنا دائما نقولوا بلي يقدروا زوج ثلاثة يقدروا ينقلوا للعدوى، هل هنالك تجاوب حقيقي في ولاية بليدة؟ الدقة نقص الخطر. نعم. كاين تجاوب ولكن ماهيش 100% كما رانا نشوفوا فيها. كاين بعض العائلات اللي يروح يشري حاجة من الحانوت يدي ابنه الصغير، وإحنا نعرف أكثر عرضة للظاهرة للفيروس هذا هو الأبناء الصغار المسنين والناس اللي عندها أمراض مزمنة. مع الأسف الشديد إحنا في الساعة هذه يلزم يقتنع المواطن، اللي أنا ما أعتقد أنه ندرة المواد الغذائية ما يشرحها تكون ناقصة. الحمد لله مؤسسة الدولة الجزائرية قائمة بحد ذاتها، الحوانت راهم مملوئين، مش كاين شفنا بعض الظواهر السلبية أنه الإنسان قضى قضية عام. سبحان الله، يا هل ترى دريت نفسك أنك تموت أنت اليوم ولا غدوة؟ لا يا أخي، أنا نشري كيما موالف نشري القضية نتاع شهر، ولكن ما نديش ولدي معايا، ما نديش الشيخ الكبير، حتى أنه إحنا كجيران نتعاطفوا مع الجيران تاعنا. ربما كاين عائلات اللي الآباء والأمهات تاعهم كبار في السن وما عندهمش أبناء، ولا أنا نروح نشري الجار تاعي وما نخليش البابا وباباك، ما نخليش الأم تاعي والأم تاعك تروح تزيد تأثر أو تزيد ربما تحمل هذا الفيروس. ها هو التضامن اللي نحوس عليه. أنا نقول المجتمع الجزائري اليوم نقطة البداية، بداية الخطر بدأت. أبقى في الدار تاعك، حاب تعاوني، حاب تقدم شيء للحماية المدنية أو المؤسسات، يعني هذه هي النقطة أنك تبقى في الدار تاعك. حتى نقطة مهمة كحماية مدنية، نقل المرضى للمستشفيات. يا إخوان، كاين بعض الأمراض العادية يعني مثل السعال والله الحمى والله اللي تشوف فيها، هذه أمراض عادية لا داعي يعني لأنه تستدعي رجال الحماية المدنية ونزيد نديروا هلع في المستشفيات. المستشفيات راهي في أمس الحاجة أنها بتقدم يد العون للناس هذه اللي هي مضرورة بالفيروس هذا. هذا هو. نعم. لكن السي ربح يعني كاين ناس نعرفوا أنه في ربما مع الخوف مع الهلع يشوف روحه يكح، يشوف روحه كذا، يسأل يقول لك راني بلك تعديت، راني بلك كذا. شوف مثلا سبقوا في هذا المنبر ناس قبلي يعني اختصاص خاصين. نعم. في الأطباء هناك أعراض، الأعراض. نعم. وين إذا كان يسعل بقوة حادة، إذا كان عنده الحمى، وإذا عنده ضيق في التنفس، هذو هما الأعراض اللي يتصل مباشرة بالقطار 30-30. نعم. جميل سيراب، خلينا نعطيه كلمة أخيرة للأستاذة مينة حريش، هكذا نخلوها تريح شوية مع أولادها في بيتها. أستاذة أمينة، كلمة أخيرة ليك بالنسبة للمواطنين في البليدة وخارج ولاية البليدة.
أنا نقول لمواطني ولايتي ولكل مواطني هذا الوطن أنه أكيد أن الخوف هو شعور طبيعي، لكن لا يجب أن نترك الخوف هو الذي يسيرنا ويؤثر سلبا على صحتنا، لأنه نحن نعلم أن هنالك أمراض، أولا بغض النظر عن الكورونا هنالك أمراض جسمية نفسية، يعني لمرضي سيكوسوماتيك، يعني نقول أن الإنسان نخرج من هذه الجائحة يكون مصاب بأمراض صحية جسمية نفسية لمرضي سيكوسوماتيك السكري إلى آخره. نعم. كذلك أنا نقول حاجة أنه عندما نرى نشر وزرع اليأس في الآخرين، وهذا صحيح. موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عندما نرى رسائل هي رسائل وداع، يعني الشخص يحتضر ويرسل رسائل وداع. أنا شخصيا تلقيت الكثير من الرسائل التي تقول سامحوني إلى آخره. أنا أقول أنه نشر اليأس هذا ونشر الناس، هنالك أناس من أصيبوا بإنهيارات عصبية اتصلوا بيا، كاين الناس شخصيتها هشة، كاين كما ذكرت سالفا من لديها رهاب المرض. أنا أقول أنه لازم نزرع الأمل، يجب أن نكون نخاف بالموازاة مع الوقاية. صحيح. يعني نخاف نقعد في داري نتقيد بكل التعليمات الموجودة، كذلك عندما نخاف جراء زكام ونجي إلى المستشفيات هذا أول شيء راح يأثر سلبا على المنظومة الصحية، يعني راح يكون اكتظاظ، وكذلك رايح ممكن أنت تحط نفسك في مكان عرضة للعدوى. إذا أنا أقول من فضلكم يجب أن نكون إيجابيين. شكرا. أكثر من نكون سلبيين. شكرا لك أستاذتي. هذا الشيء وفور الصبر لكل مواطني مدينتي، وسنتعدى الأزمة بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك أستاذة أمينة حريش على مداخلتك عبر خدمة سكايب. أستاذ رباح في الأخير، وش نقدروا نقولوا للمواطنين؟ يعني والله نقولوا نعود نجدد دائما كاين نقطة كاين أهل الخير وجمعية الخير اللي راه يتقدم يد المساعدة، وصلنا أنهم وجب عليهم أنهم يدوا للتصريح من رجال الأمن أو الدرك، عندهم بالتصريح هذا يروحوا للعائلات اللي موالفين يقدموا لها المؤونة أو العائلات اللي راهي في أمس الحاجة. هذه النقطة. النقطة الثانية، حتى الحمية المدنية في هذه اللحظات راهي متواجدة في بيوت العجز، الدار الأشخاص المسنين اللي رانا نقوموا بتعقيم، لأنه هذوك ربما في أن نقولوا منسية، ولكن مش منسية، ولكن الظروف اللي سمحت لهم يكونوا في دار الأشخاص رانا متواجدين ونعقموا في الأماكن هذو، ورايحين بالتنسيق مع بعض المصالح نروحوا المستشفيات، أيضا بيوت الأيتام. كل هذا النقاط. ولكن باه نختموا، انا بعض الصور اللي راهي متواجده عندي. نعم. يعني نعم. ماذا بيا الكاميرامان يزومي مليح، ارفعها قليلا فقط الاستاذ رب حتى هكذا يشوفوا هنا. نعم. نشوفوا ابتسامتك تكفي، ما تصافحني ما تسلم عليا. نعم. الحب راه في القلب، هذه النقطه. النقطه الثانيه، اغسل يديك، اغسل يديك مهما كان، داخل اغسل يديك، خارج اغسل يديك، استعمل الجل، استعمل الصابون، استعمل كلها وقايه. المصعد لاسانسور ما تهاونش، لانه هذا الجرثوم راه يبقى في القفل تاع المصعد 20 يوم. صحيح. اخواننا في الصين بداوا يستعملوا الحطب او اشياء باه ما يحاولش يصبعوا يلمس، لانه أزرار. 20 يوم. نعم. 20 يوم. ايضا المفاتيح، كلنا عندنا مفاتيح، سواء مفتاح السياره والمنزل. صحيح. تبقى هذا الجرثومه هذه من 12 ل 20 ساعه وهي متواجدة، وإحنا بطبيعة الحال تروح المفتاح تحطه في الكوزينة ولا صحيح. تحطه في الصالون، يجي طفل صغير يرفضه، حذاري كي تدخل عقم مفاتحك ولا خليهم في جيبك. زيد الأحذية، لا داعي بدخول الأحذية، خليها أمام الدار، ومن بعد رفدها وديرها في الصك ودخلها، والله إذا كنت يعني في مأمن في وين تسكن خليها برا. نقطة مهمة ايضا الملابس، كما تحدثنا زميلي في بدايه الحصه، ضروري كان الملابس تاعي، لانه احيانا هذا الجرثومه تقعد 20 ساعه في اللبسه. انا اليوم انتقلت من النهار كي نروح للسياره ونروح المنزل، ماذا بيا ذو الحوايج تاعي يقعدوا هنا، والله اذا كنت دخلت للدار ماشي نروح مباشره نقعد فوق الكرسي تاع الكوزينه ولا في الصاله، ومن بعد تجي الزوجه ولا الام ولا الاب يقعد. شوف كيف عمليه نقل الجراثيم الفيروس كيفاش يتم. حذاري. شوفوا كيف زملاء ايضا يسالوا يعني بالنسبه للنقود. النقود اكثر وهذه تحدثنا عليها، وماذا بينا نزيد نوجه نداء لاصحاب الحوانت المحلات خاصه، يعني النقود اللي معدنيه يعني عمليه تعقيم هذا بماده اللوجابال والله الماده هذه اللي فيها الامور التعقيم، نحاول كيفاش نكون واقعي. ماهيش انا نحافظ على نفسي
ونمد الدراهم لغيري. صحيح. واحنا بطبيعه الحال تروح للمنزل بنك يقول لك اعطيني حاجه تعطيها له وقدمت. لكن شفنا حقيقه شفنا على ارض الواقع، شفنا في لي بومبيسونس، شفنا في محطات البنزين، شفنا بعض المحلات وين حاطين مثلا علبه ولا حاطين طبسي هكذا وحاطين فيه جافيل ويحطوا فيه الصرف. شيء ايجابي، شيء ايجابي. كاين وعي قليل، لكن ماذا بينا لو يتعمم اكثر واكثر عن ماذا بينا الوقايه من عندك ومن عندي ومن الاخر، ما نحاولش انا نحمي نفسي ونخلي غيري. صحيح. شكرا لك، شكرا لك الرائد رباح بن محي الدين المكلف بالاعلام على مستوى الحمايه المدنيه، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم يا رب الحمايه ليكم ما دامكم تحاولوا توفروا الحمايه للمواطن ولكل الجزائريين، نتمنى لكم ايضا الحمايه لكم ولنا. ونتمنى ان شاء الله انه ما تزيدش تعم. ونقطه اخيره، انني نوجه نداء ربما لوزير الشؤون الدينيه والاوقاف، نشكروه يعني شكر جزيل الائمه اللي هم قائمين بالدور نتاعها، ولكن ماذا بيا انا الدروس في المساجد تبقى من طرف الاخصائيين عن طريق مكبر الصوت، خاصه ما بين المغرب والعشاء ربما تكون الهدوء والسكينه. صحيح. وين الناس يسمع. صحيح. نتمنوا رسالتك تصل الى المسؤولين. شكرا جزيلا لك سياده الرائد رباح بن محي الدين المكلف بالاعلام على مستوى الحمايه.